25 دينارا أردني سعر جرام الذهب، ما يعني انخفاضا بما يقارب 8 دنانير في أقل من شهرين، بعد سنوات ظل فيها سعر الجرام فوق 30 دينارا، انخفاضا أثر وسيؤثر على حركة السوق الفلسطينية. يعني العرايس اللي بده يتجوز أكيد بيجي بيشتري حتى لو كان غالي أو رخيص، ما بتفرقش عنده. أما أغلب الناس اللي بدأت يعني تبيع ذهب يعني بتأجل الفترات هاي لأنه كثير نزل، يعني بتأجله لقدام شوي بلاش يرتفع السعر. تيجي ناس تشتري مثلا ليرات، كنت سعر الليرة مثلا كان 300 أو 280 صار سعرها 250 أو 240، فبتيجي تشتري كاستثمار يعني تجارة، بتشتري ليرات اليوم بتخبيهم يعني بلاش بعد فترة يرد يغلى. عوامل اقتصادية وسياسية أدت إلى هذا الانخفاض، من بينها صفقات جديدة لشركات استخراج الذهب من أفغانستان من مناجم يستقر المعدن الثمين فيها على عمق قريب، إضافة إلى خفض الهند للتعرفة الجمركية للذهب. من 1350 نزل لل 1280 قعد حوالي 10 أيام، تركيا عشان ترفع رصيد الاحتياط تبعها من 23 طن لحوالي 40 طن اشترت 17 طن. ال 17 طن هذول حركوا السوق العالمي وزاد بورصات الشرق الاوسط، فبالتالي اصبح في طلب، الطلب هذا رفع سعر الاونصه حوالي كمان 100 دولار. لكن هذا الشيء ما بيحصل كل يوم، يعني تركيا ما بتشتري كل يوم 17 طن، دول الخليج نفس الشيء. فبالتالي انا بتصور وانا هيك يعني تحليلي من 6 شهور وجاي انه راح يضل ينزل لانه في عرض كبير بالعالم. توترات المنطقة العربية لم تصل لحروب عالمية الى الان على الاقل، ما يعني أن الدول العظمى خفضت من لجوئها للذهب كملاذ آمن. وبقي أخيرا أن نقول أن الأعمار والأسعار بيد الله. للتلفزيون القدس، كنان عيسى، رام الله.